طب رسمت فلسطين بس انت هترسمها، رسمت مصر انا اللي هاخدها 10 مرة. دي مش الاغاني الكاملة اللي عندي. ينفع اعملها مرة؟ النهاردة هنعمل لك فيديو مصر وفلسطين عشان الاخبار. ما تستنى، من جوه هنعمل فلسطين ومن بره هنعمل مصر. هو ينفع بابا؟ ازيكم يا جماعه، النهارده هنعمل فلسطين، من جوه فلسطين ومن بره. انا اسمي احمد وهو اسمه نوح. انا ام بي سي ار ارتست وانا ام جزر. النهارده انا النهارده الاخبار هنعمل عشان هنعمل من جوه فلسطين ومن بره فلسطين. بس يلا عشان نوح احنا حاطين اهو الاحمر والاخضر. وما احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف يطلع خالص، مش عارف. هاتي انا عارف. يلا عشان نبدا. يا مامي ينفع اول حاجه؟ مامي ينفع من حاجه هنا ولا هنا ولا هنا ولا قد ايه؟ لكن ما احنا ما شاء الله عارف كل حاجه. انا هعمل فلسطين من جوه الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا ما بنجيبش بيبسي حاجات ديت، يعني ايه دي ده؟ حاجة عليا والله. انا عايزة اعمل البطيخة دلوقتي. وانا المفروض اعمل ايه؟ ايدك تاني؟ حطيت ايدك تاني. ماسك الدنيا. انا يعني انا ونوم. لا ليه؟ يا مامي انا عملت ابيض، هو انا عامل ابيض من تحت؟ انا مش عارف. احمد كان نفسكم ترسموا بقالكم قد ايه؟ بقالنا سنين. من 10 سنين. 30 سنة. عشان حضرتك مش خايفة على ألوانك الجديد، قصدي كانت جديد، كنت خايفة عليها. حاسس ان انت بتعرف ترسم ولا لا؟ انا بايظ خالص. هما اللي هيقولوا بقى هيعملوا ايه؟ هناخد فلوس من هما عادي يقلبها. يا جماعة يا رب تقولوا احنا ربنا بقى احنا من صراحة. انا اول مرة انا لسه برسم الريد هنا وبرسم البلاك هنا. الصراحة ينفع لما اخلص انت تعملي لي ورد هنا كده براحتك خالص؟ اكني بعمل مقلوبة. انت جعان ولا ايه؟ الحتة دي كده اهو كلها اسود، والحته في النص دي ابيض، والحته اللي هناك دي احمر. رايك؟ رايي هو الحلو ولا لا؟ احمر. لو هتعمل احمر اعمله هنا، واسود وابيض. انا مش هعمل كده. المفروض اسود هنا والاحمر هنا. اعمل على الجنب. ادي احمر تاني يا ماما. اكن الاحمر بينك. قولي ما انتوا مختارين احمر غلط. فين الاحمر اصلا؟ ده الاحمر اهو. ده الاحمر. ده الاحمر اهو. هو ده اللي انت اخترتوه؟ اه. لا ده الابيض. ايه ده؟ شفت ده الاحمر. ده الابيض اهو. ده الاحمر. ايوه ده اللي احنا اخترناه. هو ده. يلا. والله يا مامي انا عملت مصيبه. مصر ام الدنيا. سمعت اي حاجة؟ بس النت دي اتكسر. وانا ما تفتكروش اللي ديت ودي متكسرين. لا دول بس اتكسرت. بقاله 8 سنين. اكتر من 8 سنين. ما اديتش سنان. مفيش سنان اصلا اتكسرت. فنفس اليوم اللي احنا رحنا الدكتور عشان نكشف عليه، عشان لو في حاجة في سنانه او كده،
في نفس اليوم بالليل سنة تتخلع لا بتتحرك يعني. أنا خلصت. ينفع استنى نوح؟ وريها. أنا نسيت الرسم. أنتوا قولوا أدي مصر هي أم الدنيا أم الصين وهكذا أم الدنيا. لا دي قولوا لنا في الكومنتس اللي بيقولوا مصر اللي بيقولوا مصر مامي مامي هي لما تيجي بعدين نقلبها هو احنا لما نيجي نحطها في البلكونه او كده وهي تنشف على مستوانا ولا انت نحطها لتحت كده ليه؟ طب ما هي كده ايوه هنا انا كنت عندي فيديو انا كنت في السكول فانا كنت عندي فيديو مفروض يبقى عندك فيديو اوديو او فيديو وما نزلش بريك لا 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 فانا كنت بتكلم ال كمل طب كمل. انا اسمي احمد بس ايش اسم بوب؟ انا اسمي احمد بس وزي نقدر نتكلم على القمر. القمر جسم مواسم ولكن هو يجي عن طريق مركز الشمس عليه مركز يمين كل يوم. على ايدي عشان انت اسمع حضرتك حضرتك اعمل نفسك شويه ادب مضايق شكرا يا جماعه انا كده خلصت ده مصر والنسر مش عارفه ارسمه الصراحه فحطيت لون اسمه اصفر ومن جوه فلسطين نفس الشكل اللي انتوا عارفينه. يلا وريهم يا احمد بتاعتك. شكرا. والنبي والنبي ده لسه لسه ممكن هتعمل ال ال البتاع يعني شوف مين اللي اكتر. اكتبوا لنا في الكومنت اللي دوت احلى ولا دوت. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وزر الرقص تندرم كان حد بيعمل زر الجرس على الباب الجرس دن دن دن. وخلص. باي 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 باي.